التركمان من 2003 لغاية يومنا هذا سعينا كثيرا على أن يكون لنا كتلة خاصة ويكون لنا بصراحة مجموعة برلمانية تدافع باسم التركمان عن حقوق التركمان. كون التركمان مقسم بين محافظات نينوى وأربيل وكركوك وصلاح الدين وديالى وبغداد تقريبا، هذه المحافظات في كل هذه المناطق ما يمثلون الأكثرية مقابل يعني الكتل السياسية الأخرى، لذا التركمان بشكل عام ينزل مع القوائم الكبيرة، مرة كان مع دولة قانون، مرة ويا الفتح، مرة ويا كتل أخرى، وبالتالي يكون يعني أفرادنا وأعضاؤنا ينتمون إلى هذه الكتل ويدافعون عن التركمان. الدفاع عن التركمان أتصور الأحزاب والكتل السياسية يعني بصراحة يدافعون عنها، ولكن من تصل إلى قضية الوزارات تعرف تتضارب بعض المصالح، ويكون التركمان اللي هو أضعف حلقة في تلك الكتل تكون الضحية. نعم، حزب الدعوة في حكومة الدكتور الجعفري وحكومة المالك الاثنين وحتى حكومة العباد الأول أعطى للتركمان وزير، وللإنصاف حكومة المالك كان عندنا 4 وزراء، أنا في وزارة الشباب، وطرهان المفتي في وزارة الاتصالات ووزارة الدولة، وعز الدين دولة كان وزارة الزراعة، والشيخ محمد تقي المولى كان رئيس هيئة الحج اللي هو بدرجة وزير، وكان للتركمان إمكانات كثيرة. ولكن في الجزء الثاني من حكومة السيد حيدر العبادي حدد لنا وزارة الصناعة، الاختلاف اللي صار داخل التركمان، بعض الأخوة من التركمان اعتبروا بأن هذا الشخص قريب لحزب الدعوة الإسلامية وسوى فرضجة داخل مجلس النواب ورفض هذا الوزير، والسنة سيئة وراه بصراحة. إذا الحكومة يمكن أن تكون بدون تركمان، ومشت حكومة عباد الثانية بدون تركمان، ودكتور عادل إجا مو فقط ما أعطانا وزير، لا أعطانا مؤسسة، حتى مدراء العامين طلعوا من الدوائر، وصار التركمان صراحة أقل بكثير من حتى بعض المكونات اللي عدد شهداؤنا يزيد عن عدد نفوسه في العراق. التركمان عنده بعد 2003 10,000 شهيد، إضافة إلى أكثر من 1,000 شهيد قبل 2003. بعض المكونات لو تجمع كل ناخبيهم على طول العراق شوف ما يطلع 10,000. هاي الظلام القوية اللي وقع على التركمان في حكومة عادل، والآن نفس السنة السيئة تكرر في حكومة الكاظمي. طبعا نحن ما زلنا متفائلين وما زلنا نضغط ونحاول ونسعى على أن يكون أحد وزراء الـ6 7 الباقية من التركمان. نحاول على وزارة التجارة ونحاول على وزارة الثقافة، عسى ولعل نحصل على هذه الوزارتين. للإنصاف السيد رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في لقاءاتنا نيته صالحة وحسنة على أن يعطى للتركمان، طرح مشروع أن يكون هناك وزارة دولة لشؤون المرأة، صار هناك اختلاف على إضافة أي وزارة جديدة بتكاليف جديدة، والوضع العراقي ما يتحمل دينار واحد إضافي، وكيف وزارة وتبعاتها، رفض من قبل بعض الكتل السياسية، ولكن نحن لم نترك السعي والعمل، ونتمنى أن يكون أحد الوزراء الباقيات، وبالذات كما ذكرت إما التجارة وإما الثقافة من حصة